قريت كتير انه مامتك كانت الداعم اول حد علمك الموسيقى وهي كانت بتدندن معاك. ازاي شايف موضوع اهتمام الاهل بالمواهب من صغرهم يفرق معاك؟ مفيش اهتمام اهل مفيش وصول للشخص، وحتى لو وصل رح يوصل بتعب كتير كبير ومن غير بركة. بتحسي الدعم الأكبر من أهله مش موجود. بتمنى على كل أهل إنه نشوفه في موهبة، مش ضروري فن، رسم، فن، غنى، عزف، إنه يدعموها للآخر. عندك تجربة إنسانية رائدة الحقيقة، عايش للطفولة، عايزك تحكي للناس عنها. عايش طفولة صار عمرها 16 سنة تقريبا، هي من أكبر الجمعيات يلي بتعلم الأطفال مجانا في لبنان. وصلنا ل 2000 طفل تقريبا، ونحن محظوظين إنه الحمد لله كل الفن بيعود ريعه أنا الإنكم من الفن للجمعية. هيدي من 14 سنة تحديدا يعني لحديث اليوم، وإن شاء الله مكملين فيها دائما. النشأة في لبنان على وجه التحديد البلد صغير بالمساحة لكن كبير بناسه وبرموزه وبأهله وبالفن فيه، عشت أكيد في الحروب وعشت جراح كتير في لبنان، إزاي أثرت في رامي عياش وفي تكوينه الفني والإنسان؟ زي أي لبناني. اليوم كنا بالسيري مع أستاذ محسن جابر إنه قديش اللبناني يتحمل وقديش ندعك بالحياة وقديش صار عنده تجارب وقديش بيقدر يتخطى الصعاب بطريقة مبتكرة جدا. فإن شاء الله بيرتاح الشخص اللبناني وإن شاء الله بيرتاح الإنسان العربي بشكل عام.